يا رب صلي على الحبيب المصطفى وارزقنا سعيا بين المروة والصفا. في الفاصل أستاذة منى بتقول لي شد حيلك شوية عشان الناس لسه مكتئبة، فقلت لها دول حلهم حلة محشي على طول، يعني أول ما يقعدوا قدام حلة المحشي كده مع البطاية كل سنة طيبين هتلاقي نفسهم اتفتحت. الجو يا اخوانا، الجو يا اخوانا، في ناس بيبقى عندها كل الممكنات والتسهيلات والفلوسات والعربيات بس مش طايقين يبصوا في وش بعض. ليه؟ مش عشان بنت خالة عمة أمها عملت لها عمل تشوف جوزها قرد، عشان هي وجوزها في تفكيرهم قرود، واحد شد شوية التانية تميل، واحد ميل شوية التانية كده. مفيش قدام إرادة ربنا مفيش سحر يقدر يعمل حاجة. في ناس بتعرف تقفز على الأزمات، للأسف علم قفز الأزمات ده، القفز على الأزمات غائب عند المسلمين. بنحب نكبر الموضوع، والله بنحب نكبر الموضوع. ايه يعني بابا قال اطلع بره، هطلع بره وبعدين الف وارجع، ها انا طلعت بره ارجع ولا استنى كمان ساعه تعدي الدنيا؟ مش ايه يعني انا وجوزي اختلفنا، نلم الموضوع ونختلف ويبقى في سرنا. ايه يعني مشيت من الشغل وخلوني بعد ما اخد ام يوسف اقول بقى؟ الياس اللي بيجي للواحد من اصل مشوني من الشغل بيبقى ياس صعب شويه. ام يوسف، يا ام يوسف. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا شيخ، دلوقتي انا في مشاكل بيني وبين جوزي وكده، ومش عارفه ان انا اتصرف. على طول الاهانه، على طول سب دين، على طول مثلا اخص عليه. ليه يا ام يوسف؟ ليه يا بابا؟ هو عامه على طول بيقول لي يعني ما بتفهميش مش عارف ايه والكلام دوت، بس انا ربنا اللي يعلم. انا واحده مريضه وبشتغل وبجري معاه وهو برضه اولا ما يعبكيش ان انت مريضه، بس بالراحه عليا، يعني اقدر افهم من كلامك ان انت ست بتصلي ومتدينه وعارفه ربنا وهو بعيد، صح؟ هو بعيد عن ربنا، وفي نفس الوقت يا شيخ هو بيطلب مني حاجات اساسا يعني ربنا محرمها. خلاص بقى، ما احنا خلاص فهمنا بقى، هو بيسيب الدين فعرفنا ان كل حاجه وحشه هتيجي، مش لازم نقول بقى. الفكره بقى يا ام يوسف، انت بقالك كام سنه متجوزه يا حاجه؟ انا بقالي 4 سنين. اربع كام؟ 4 سنين. من ساعه ما اتجوزتي وهو شيطان كده؟ هو عامة طول عمره كده. لا طب وافقتي ليه عليه وانت مخطوبة يا ام يوسف؟ ما كنتش اعرف والله ان هو كده. طيب وانت دلوقتي لو قلنا لك يا ام يوسف اتطلقي توافقي؟ انا نفسي. يا سلام. انا غضبت في شهر رمضان اللي فات، قعدت طول شهر رمضان غضبانة. لان يعني انت دلوقتي يا حاجة ام يوسف يعني متصلة بيا عشان اقول لك اتطلقي، ولا متصلة بيا عشان اقول لك تعملي ايه؟ عايز اعرف بس اعمل ايه، لان انا اتخنقت من العيشة. انا على طول لو جيت اتكلمت مع والدته في حاجة تقول لي مثلا انا ما ينفعش ان انا اتكلم معاه في حاجة زي كده. ايوه القرد في عين امه غزال يا حاجة ام يوسف، استني بس. طيب انا هقول لك تعملي ايه. حاضر. هو بداية نعم ست ساعات. حاضر. اصل سؤال ام يوسف ده حلو قوي. يا ست سعاد، ست سعاد، يا حاجة سعاد. طيب هي ام يوسف اول ما ابتدت اول القصيدة كفر، ليه؟ قالت لي اصله بيسب الدين، فانا ده ملوش علاج عندي. اي واحد بالنسبة له دين ربنا يسبه عادي كده، فمش هقدر اقول له خد بالك من مراتك، ما خدش باله من دينه. وفكرة سب الدين دي قعدت فترة كده، والله العظيم يا اخوانا الناس تقيس قيمة الناس بعلبة سجاير معينة اللي هي اللي لونها احمر دي، ايوه، والقلم والجلابية البيضاء اللي بتشف وترف، يقول لك ده باشا، فيقعد يسب 30 دين في القعدة عادي، يعدوها عادي، ده معاه فلوس والعربية راكنة. فكرة يا اخوانا لما بتيجي بنوتة تسألنا، هو انا من حقي ان انا اطلب واحد يعني اتخطب لواحد ما بيدخنش؟ وانت مخطوبة من حقك تختاري وتفرزي، اما هو انه لما اتجوزك دخن خلاص دي مش بتاعتك. انما فكره ان هو من ساعه ما عرفته بيسيب الدين، لا ده غير مؤتمن على دينه، واتمنه عليك ازاي؟ طيب فانتقلنا لمرحله تانية، خلاص انا اتنيلت على عيني واتجوزته. اذا كنت عارفه ان انت قبل ما تتنيلي على عينك واتجوزتيه انه كان بيسب بالدين، يبقى تتنيلي على عينك وتسكتي، يا تتطلقي في صمت يا اما تسكتي في صمت. لو هو اتغير بقى من بعد الجواز نبتدي نتكلم بقى. كلامك مع امه مش هيجيب، لان ده خلاص محتاج وقفه، ده محتاج وقفة من حد من أهله وحد من أهلك، وده اللي بنكلمه بقى. حكم من أهله وحكم من أهلها مش رايحين يتخانقوا مع بعض، رايحين في نيتهم الإصلاح، مش رايحين يقولوا أصل دي قيمتها كان مكتوب فيها 100,000 جنيه فإحنا هناخدهم 110، والتاني يقولوا لا أصلها هي اللي طالبة، لا هم رايحين بنية الإصلاح. يا عم الحاج دي ابنكم بيعمل مع بنتنا كذا،
عشان كذا، طب هضمن لكم. طب ما تجيش انت بقى وتقولي لي ايه وانا ايه اللي يضمنني؟ لا اصل احنا مش بنديك بضمان المحل، احنا بنجرب. هتساليني سؤال، من حقك اتطلق؟ اه من حقك تتطلق يا ستي، طالما هو مش كويس. عندنا طلاق اسمه طلاق الضرر. طلاق الضرر ده نافذه رحمه، لان بعض الناس بيظن ان الاسلام كبل المراه في موضوع الطلاق. لا، في طلاق للضرر بيحكم به القاضي، القاضي يعرف ان الراجل ده ما بيصرفش فيطلق المرأة للضرر. القاضي يعرف ان الراجل ده اتجوز على مراته لكنه ما بيعدلش، مش هيطلقها لمجرد ان هو اتجوز، لا، لمجرد انه ما بيعدلش، انه ما عدلش، فيطلقها للضرر. الاسلام جميل جدا، لكن مشكلتنا احنا كمسلمين كل واحد عايز ياخد من الاسلام اللي يوظف مصلحته. يعني انا متخانق مع اخويا فهاخد من الاسلام ان انا الكبير، فالكبير ده صاحب حق على طول. لا، الاسلام ما قالش كده، الاسلام قال احترموا الكبير اه، لكن ما قالش ان الكبير يضع عن حق الصغير. لكن عشان انا بقى عايز اعمل فيها شيخ الاسلام، ما ينفعش. الدين ده باكج على بعضه، زي ما ليك حقوق عليك واجبات. معاكي حد يا ست؟ نعم. مش كانت لسه معانا ام يوسف؟ يا ام يوسف اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ست ام يوسف، كملي. انا لسه اول اتصال. طيب بس معلش اتفضل. معلش بالله عليك ما تخلوني اقطع عليا خالص. والله ما بنقطع على حد، ليه سوء الظن بس قولي. بعد اذنك معلش مش عارفه اتكلم بس. قول. بصي يا عم، انا كان جوزي تعبني وبيضربني ومبهدلني وكده. اه. وبعدين جه خالي، انا يتيمه اصلا. اه. اتضرب معايا يعني وكده. اه. فالمهم خالي خدني عنده وقعدت فتره. اه. وجوزي برضه ما كانش عايز يرجعني وكده. اه. فجه ايه؟ عمل حادثه جوزي. اه. فجيت احب عايزه ارجع له يعني، لانها حادثه كانت شديده عليه يعني وكده، وما بيقومش مع الشريك. اه. فجيت ارجع خالي ما رضاش، ولا مراته ولا عياله ولا كده، قالوا لي ده شتمنا وهنا وكده، فما انت ما ترجعلوش. كانوا عايزين يطلقوني منه. فدلوقتي هو جوزي لا حول ولا قوه بيه، ما بيقومش. وانا قاعده معاه. ارجعي يا بنتي لجوزك. ايه؟ ارجعي يا بنتي لجوزك. ما انا رجعت له بس خالك ما بيكلمكيش. ما بيكلمنيش وعايز الفلوس اللي هو قعدني وشربني بيها وانا دلوقتي معيش. ما حدش ضربه على ايده. ايه؟ ما حدش ضربه على ايده. مبهدلين. انت ليك، اسمعي بس، انت ليك اخوات صبيان؟ لا ماليش حد. ليك حد غير خالك؟ لا ماليش، اللي هو خالد. واجب على خالك ينفق عليك. ما هو مفيش. اقفلي يا ام يوسف عشان ارد عليكي، خلاص الفيلم انتهى، اقفلي. مفيش الكلام ده، اهو ده من جمله الفزلكه في الدين. ام يوسف اتخانقت مع ابو يوسف لاي سبب ما، ابو يوسف ده شيطان في الارض، فاتخانقت معاه. راح خالها عشان يصلح، فبدل ما يصلح اشتبكوا ببعض، ايا كان مين الغلطان مش قضيتي. لما اب يروح يصلح بنته وجوز بنته يهينه، يطلع بنته من الموضوع. يعني ايه يطلع بنته من الموضوع؟ يعني ما يحسبش كرامته مقابل رجوع بنته. لا، كرامتك تقدر تحسبها ان الواد ده اللي مش مؤدب ده الوحش ده ما يدخلش عندك. وحقك، وما فيش قطيعه رحم، ومحدش يجي يقول لك اصل جوز بنتك، لا ده حقك. انما هم عايزين يتصلحوا، ده الدين اللي امرنا بكده، تنصلح. لما ام يوسف، لانها ست جدعه، هي المصريه كده، يبقى جوزها مطلع عينها ويقول لها الحق جوزك تعب في الشغل، تجري جري، تجري، ما تلحقش تستنى حتى تشوف الطرحه على راسها ولا لا. هي المصريه جدعه. فجوزها عمل حادثه، بقى قعيد، الزمن هده، نبقى احنا والزمن. قالت لا. طب يا خالها استاذنك، مؤدبه بقى، مش هتمشي وتسيب خالها. استاذنك اروح له؟ لا. ولاد خالها؟ لا. وكرامتنا؟ يا عم كرامتكم في سكه، تعملوا قعده عرفيه وتتحاسبوا، وهي على ذمته ومراته في سكه تانية. ودي مشكله بعض الناس في القعدات العرفيه، في حاجات ما ينفعش تركب على حاجات. واحد غلط مع ابوه، واحد ضرب ابوه من الاخر، وانت قاعد عرفيا ما ينفعش تقول له ما يبقاش ابنك، هو هيبقى ابنه. بس ممكن بقى نضربه ونعاقبه ونكتفه ونربطه ونرميه في الشارع، لكن هو ابوه. فلما رجعت بقى لجوزها
طب احنا هنوريكي يا بنتي الايه، ادفعي الفلوس اللي انت كلتي وشربتي بيها عندنا. لا لا، ليه لا؟ عشان ده خالك، ده من جملة الناس اللي المفروض يشيلوا همك، لانك مالكيش اب ولا اخ ولا عم، والخال اصبح والد. الخال والد دي مش نشان، الخال والد دي يعني يشيل، الخال والد دي يعني يشيل. انت بقى متضايقه ولازم ارد له ليك، وهتاخد وعلينا وهندفع واستنى شويه. لكن يا بنتي انت ما غلطتيش لما رجعت لجوزك، انت ست مصريه جدعه بتاكدي ان المصريات دول ما فيش زيهم، مع احترامنا لكل السيدات على راسنا من فوق. وكل زوجه تعمل كده وتقفز على المشكلات عشان في ازمه كبيره في البيت، دي لابد ان تحترم، دي لابد هي دي اللي يتعملها تمثال، هي دي اللي تتكرم، هي دي اللي تاخد النشان. ما نجيش نقول لها فين كرامتك يا خايبه، لا، ده كرامتها في انها حافظت على البيت اللي كان هيقع. انا كنت ساكته لما انت كنت عامل لي فيها برم، لكن انت انكسرت انا هدعمك. وكذلك الراجل لما تبقى مراته صعبه شويه وبعدين يعرف انها تعبت. بالعكس بقى، بالعكس، لو واحده غبت من عند جوزها وراحت تقعد عند اهلها، وجم اهلها قالوا له ادفع نفقة زوجتك اللي قعدت بيها عندنا، ما يجيش يزعل ويقول لا انا مش واخدها. ليه؟ لانها على ذمتك، نفقتها عليك، ده شرعا عليك. ما تقوليش ابوها يصرف عليها، لا، هي في الوقت ده عندك. بس بيبقى كلام خايب، يعني الاب اللي بيجي يتكلم في الحته دي والزوج اللي بيتكلم بنقول لهم دي ناس خايبه، لكن لما نيجي نحتكم للشرع لا، خلاص هو الزوج اللي هيشيل. ولدت عند ابوها فقال له انا دفعت عليها كذا وانت اللي عليك الولاده، خلاص الشرع بيقول كده. فعلى كل، يا ام يوسف انت ما غلطتيش وما عملتيش. نعم. حنين، اهلا يا حنين، اسئلتكم صعبه النهارده جدا وتوجع القلب والله. يعني معقوله بيوتنا لسه فيها كده؟ معقوله لسه عندنا بنت شاريه بيتها واهلها برضو لسه؟ ده في نهي والله يا اخوانا في الشرع، اذا هي ارادت زوجها ما حد وليها لا ينهاها. يا حنين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا دكتور اسلام؟ انا بحمد ربنا والله يا حنين. أنا مبسوطة جدا بكلم حضرتك والله. وأنا بأسعد جدا بتواصلكم معانا يا حنين، ربنا يبارك فيكم. بس معلش، أنا والدتي يعني كان كان بظن ست وتوحد من سنتين. كانت أختي ضمها. أنا بس بلخص الموضوع بجد عشان عارفة إن وقت حضرتك كان سمين أو كده. أنا ولا سمين ولا حاجة يا بنتي، أنا مقطوع بس هو البرنامج ساعة. ده أنا أبسط واحد في الدنيا. ربنا يخليك. انا بس كانت يعني كانت اختي اللي ضمها او كده، وبعدين هي اختي اتجوزت ومعاها دلوقتي طفل عنده 9 شهور. الحكومه جت اخذتها وهي دلوقتي في السجن واذنها معانا. احنا مش عارفين نعمل له اي حاجه ومش عارفين ندبر المبلغ، ومحتاجين حد ينقذ الطفل اللي ممكن يموت مننا دوت. ينقذ الطفل يعني ايه؟ ليه هيموت؟ مريض هو؟ هو لا، هو بس هي هو مش راضي يرضع خالص. وهي انت مشكلتك بقى دلوقتي مش في الطفل، في امه اللي مسجونه وعايزين حد ينقذ. هو مش راضي يرضع خالص من اي حد كمان. طيب المفروض بقى انت المبلغ اللي عليها كام؟ هو احنا انا معايا مبلغ، يعني جمعنا كلنا مبلغ كام؟ يا حنين عشان الوقت بس، المطلوب كام؟ انت طالبه كام؟ دلوقتي 9000 جنيه. 9000 جنيه، تقوم انت سايبه رقمك مع الست منى، ونقول يا ناس اللي حابب يتواصل مع حنين، واحنا جهه غير ضامنه للاشخاص، يعني اللي هيتواصل مع حنين يروح يبحث حالتها بنفسه. احنا وسيط. ماشي؟ اللي حابب يتواصل مع حنين هيبقى رقم تليفونها عندنا ونبلغه. اهلا وسهلا يا استاذ احمد. يا استاذ احمد. الو؟ طيب اتكلم يا ست منى. اقول كلمتين بقى بالنسبة لليأس اللي بيجي للناس بانه قاعد من الشغل والدنيا مع ابص لكم حاضر معاش اللي يبص لكم بعين وحشة يا ست منى. وقاعد من الشغل ومين هيدفع الجماعة؟ وانت مين قال لك ان رزق الناس على الناس؟ ما هو الناس لما اتشغلت بالرزق عن الرازق ضيعوا الدنيا، ظن ان حياته في ايد مديره. لا، مديرك ده تحترمه لكن ما بيرزقكش. مين قال لك ان رزق الناس على الناس؟ لو رزق الناس على الناس كان في واحد طيب كده، لو رزق الناس على الناس كانت البهائم ماتت من الجوع. ما هو مش هيستفادوا منها بحاجه. لكن رزق الناس على رب الناس والبشر اسباب. واي واحد
بيحارب الناس في ارزاقها او بيرهب الناس في ارزاقها او بيقطع ارزاق الناس، هو ده البائس الحقيقي، هو ده اللي مش مستمتع، لان على طول ضميره بيوجعه، ضميره بيأنبه، لكن كبره بيمنعه انه يرجع. ولذلك اللهم صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، افضل الاعمال على الله هي صناعة الامل، سرور تدخله على قلب مسلم. هو ده الدين في نقطة، في جملة. ما هو الدين؟ الدين هو سرور تدخله على قلب مسلم. السرور ده بقى هتدخله على قلب مسلم بحتة لحمة عشان بحب اللحمة يبقى حلو، بخروجة حلوة من غير ما نعصي الله فينا يبقى زي الفل، بشغلانة جميل بانك تعلمه الصلاة ما هو ده سرور على قلب مسلم زي الفل، بانك تعلمه صحيح دينه حلو ده سرور. فاحنا خدنا من الدين ان احنا نعلم الناس الصلاة والصوم. طب واللي عايز ما هو ده دين، سرور تدخله على قلب مسلم. واللي عايز يطمئن على اكل عيشه ما هو ده سرور تدخله على قلب مسلم. ولذلك من يسعى لقطع ارزاق الناس هو البائس الحقيقي. وانا رزقي اتقطع، مين قال لك ان رزقك على الناس؟ استحالة تبقى غلطان، لابد انك تراجع دينك وتراجع نفسك. طب مش معنى ان انا بقول لك ان رزقك على الله ان جارك بقى يسيبك او ان ابن عمك يسيبك ويقول لك ما هو الشيخ قال هيترزق، لا ما هو انت لابد انك تكون سبب له. يا جماعه الدين مجموعه عوامل مبنيه على بعض، لان الناس ما شافتش الدين كامل، ابتدى في ناس يشوهوا الدين. الدين الكامل، الدين الكامل في ان سيدنا صلى الله عليه وسلم يدخلوا الصحابه جعانين ورابطين على بطنهم احجار، فسيدنا النبي يقوم كاشف عن بطنه ورابط حجرين، حجرين يعني حزام بيشدوه عشان يقلل حجم المدى عشان الجوع، ما يقعدهمش جنبه ويقول لهم اقعدوا بقى صلوا عليا عشان تشبعوا، هو طالما جعان مش عارف يصلي على سيدنا. فيخرج بالصحابة يشوف أقرب صحابي عنده أكل ويطمئن إن الصحابة كلوا. ده الدين. طب أنا مش هقدر أقول الكلمة دي، مش هقدر أعمل الحركة دي، مش هعرف أجيب له أكل، أقول له كلمة طيبة، ده الدين. الدين في أوضح صوره سرور تدخله على قلب مسلم. قدرت تبذل له حاجته أهلا وسهلا، ما قدرتش تبذل له حاجته ضحكه. ولذلك يوم القيامة ده يوم صعب، الناس مش واخدة بالها من أي حاجة إلا إن ربنا قبل القيامة بساعتين ثلاثة بيعلمنا الأمل. سيدنا النبي يقول لنا إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة نخلة فليغرسها. أغرسها ليه؟ ما دام القيامة هتقوم والدنيا هتتدردك. ليه الدنيا هتتدردك؟ لأن ربنا قال يوم تبدل الأرض غير الأرض، فكل ملامح الأرض هتتبدل، فأنا أغرسها ليه يا رب؟ صناعة أمل. عيان كان عندي النهاردة أحد الأفاضل اللي عنده ورم سرطان، ربنا يشفيه ويعافيه، عنده كمية من الأمل، يا الله والله فكرتوني عشان أتصل بيه، عنده كمية من الأمل، قولي أنا خلاص أنا شفتك خلاص مطمن، يا ريتك شفت حاجة حلوة يا أخي والله. بس هو بيدي نفسه نوافذ أمل، هو الراجل في حد ذاته بيدي لنفسه نوافذ أمل. أهو ده نحبه وده نشوف في الدين، يقول لي أنا خلاص داخل العملية وإن شاء الله أنا مستبشر خير. ليه يا عم الدكتور طمنك؟ يقول لي لا أنا شفتك، ربنا هيكرمه، والله ربنا هيكرمه، عشان هو مستبشر أمل. تفاءل بالخير تجده، دايما تفاءل بالخير تجده. إنما تروح تلاقي واحد عيان يا أخي رجله اتكسرت يا أخي، ولا إيده اتكسرت، ولا يقوم الدنيا ويقعدها، يا عم ده شهر كده والدنيا في اللذيذ. تلاقي واحد تاني عنده بلاوي الدنيا، ليتين وندعي، ده أنا هدعي عليكم، ما أقدرش. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويستركم. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغضب أوي لما حد يعني يخش عليه دخلة ال 111، ال 111 إيه؟ تعمل له حواجبك كده 111، يعني أنت كده خلاص الدنيا قامت وما قعدتش. ففي يوم من الأيام سيدنا صلى الله عليه وسلم قاعد عند الكعبة كده ومتكئ كده والدنيا زي الفل، فقالوا له أما تدعو الله لنا يا رسول الله؟ الدنيا بقت صعبة 111 خلاص. فسيدنا النبي احمر وجهه، ده انفعال، اديك الرياكشنات بقى، واعتدل. يعني معنى كده ان سيدنا النبي اتضايق، ما هو انت لو مرتاح
مش الغار قعدتك، انا قاعد كده. اعتدل امتى؟ لو دخل عليا حد حبيبي اقوم جاري ياخده بالحضن، او لو حد ضايقني. فسيدنا النبي احمر وجهه واعتدل وقال: ان الرجل قديما كان ياتي فيحفر له حفره ثم يوضع فيها ويوضع المئشر في مفرق راسه فيقسم نصفين وما يقنط من رحمه الله. والله الكلام ده لسه ما كانش فيه هجره ولا كان فيه اي حاجه، لا يتمن هذا الامر، يعني ربنا سبحانه وتعالى يتم هذا الامر حتى يسير الراقب من صنعاء الى حضر موت لا يخاف الا الله والذئب على غنم. يعني الدين ده هينتشر واحنا لسه في مكه ما هاجرناش، ولسه ما بقاش في جيش، ولسه ما بقاش في فتوحات ولا في غزوات ولا. بس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تفاؤل وعلمهم صنعه التفاؤل. التفاؤل ده دين زي ما الحب بالظبط دين. لا مش الحب اللي انت، لا يا ولا يا وادي اللي رايح الجامعه وتقول لهم الشيخ قال الحب دين، لا مش اللي في بالك ده، لا شوف الواد قاعد. لا الحب اللي هو تحترم فيه المشاعر، مش بقول لك حب الله وحب رسول، ليس هناك ما يمنع ان يحب الولد فتاه، بس فكره الحب ايه؟ الحب عندك شنطه فيها قلوب او ورده ودبدوب، مش كده يا واد يا حبوب؟ مش ده الحب؟ الحب ان تتقي الله فيها حتى يبارك الله لك فيها، بس ليس هناك ما يمنع بقى ان انت حبيت سوسو ولا توتو ولا ميمي، بس انت حبيتها داير تتصرمح على شعرك، على حل شعرك انت وهي، ولا من اولى جامعه انا حبيت فلانه حاج انا هروح اشتغل. ليه يا ابني؟ عشان اوفر المده، مجرد ما اخش الجيش واتخرج اروح اخطبها، اهو ده الحب اللي انا اعترف بيه. انما تقعد نعم يا حاج، لا مين اللي بيقول لك اروح فين؟ في حد بيحب في الكنترول اهو. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. الدين ابسط ما يكون لانه يخاطب القلوب، فلما بعض الناس ما خلوهوش يخاطب القلوب بقى مكلكع عند الناس. صناعه الامل، انشروا الامل بين الناس، اجعلوا الامل رساله، اجعلوا الامل قفز على كل مشكله. دايما قول لنفسك ان شاء الله هتكون الدنيا بخير، ودايما صل على سيدنا رسول الله وقول: يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى، يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلى في المسجد الأقصى وفي الحرم بحق من بيته في طيبة حرم، واسم حبيبي رسول الله قسم من أعظم القسم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وافتح نوافذ الأمل أمامنا يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض وعافي كل مبتلى يا رب العالمين، وسع لهم أرزاقنا واشف اللهم مريضنا، ورد اللهم عنا الأذى والغيظ والكيد والسحر والحسد يا رب العالمين، ارزقنا برزق من هم في رقبتنا يا أرحم الراحمين، وأكرمنا بكرمك وأمدنا بمددك، واجعل وجوهنا تنير بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحفظ اللهم مصرنا وشعبنا وجيشنا وشبابنا وبناتنا وأعراضنا وسائر بلاد المسلمين، وردنا اللهم إلى دينك مردا جميلا. أعني اللهم على نشر دينك بالشكل الذي يرضيك عنه، جئناك مقبلين عليك يا الله بأجساد يملأها الذنوب وتملأها العيوب، لكننا موقنين أنك أنت الغفور الرحيم وأنك أنت التواب الحليم، فاقبلنا اللهم بقبول منك يمحو عنا أوزارنا ويزيل ذنوبنا ويجبر تقصيرنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نعيم الجنة وطعام الجنة وحرير الجنة ومرافقة سيد رسول الله في الجنة. اللهم رب الحل والحرام والركن والمقام والمسجد الحرام، ارزقنا دوما زيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام. على خير نلقاكم بأمر الله تبارك وتعالى الأسبوع المقبل الساعة 4 عصرا في برنامجكم الموعظة الحسنة. السلام عليكم. بالموعظة الحسنة دايما حنتلاقى ونجدد الذكرى وقلوبنا مشتاقة، بالموعظة الحسنة دايما حنتلاقى ونجدد الذكرى وقلوبنا مشتاقة، بالموعظة الحسنة.
الحسنة بالموعظة الحسنة. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم عليه يا حبيب الله.